السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نشرح موقع لعمل التأثيرات على الصور. طبعا راح أحط لكم رابط الموقع تحت الفيديو بالديسكريبشن. ننسخ الرابط، نروح على المتصفح، نفتح صفحة جديدة، نضع الرابط، ندخل عليه، ننتظر 5 ثواني. نضغط على تخطي الإعلانات. هاي طبعا الواجهة تاع الموقع. نختار مثلا بدنا نعمل صورة، مثلا نختار هاي الخيار. هون يطلب منك تختار ملف، هون يطلب منك تختار ملف يعني الصورة اللي بدك انت تظبطها، تحط على هاي الصورة، تضغط على اختيار الملف وين حاطط الملف عندك. طبعا انا حاطه هون. طبعا هاي الصورة لكاظم، واضغط على جو. مثل ما انتم شايفين كيف صارت. طبعا هاي الصورة هي اللي اشتغلت عليها انا. هاي الصورة شفتوا كيف صارت، هاي كيف صارت. وهون طبعا لتحملها تعمل تيلي شارجي مثل ما انتم شايفين. هاي حملناها، نجي نضغط عليها نفتحها، نفتحها. طبعا موقع سريع هذا لعمل صور. طبعا وفيكم تقارنوا بين هاي الصورة الأولى هاي الصورة الثانية، شفتوا كيف صارت. مثلا راح نعمل كمان واحدة تانية، في صور كمان مزدوجة تكون يعني تعمل صورتين بدل صورة، مو صورة واحدة. نجي مثلا نختار، نعيد، نختار واحدة تانية تكون أحسن، مثلا هاي. اختيار الملف الأول، نضغط على صورة إليسا. اختيار الملف الثاني، راح نحط صورة وائل جسار، نضغط على جو. مثل ما أنتم شايفين تيجي هون طبعا لتحملها. مثل ما انتم شايفين او تحملت معنا. طبعا فيك انت تشتغل على صورك الشخصية، انا بس حبيت اجرب يعني لارجيكم كيف يشتغل الموقع. طبعا راح اجرب كمان واحدة تانية لتشوفوها. مثلا نختار 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 اي واحدة، اختار. طيب 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 طبعا هدول خيارات، مثلا صفحة تانية، في كتير يعني صفحات، تختار الصفحة اللي بدك اياها. طيب نشتغل مثلا على هاي، هاي مثلا ل3 صور، احط 3 صور. اول شيء اليسا، ثاني شيء راح احط صورة كاظم اشتغلنا عليها ثالث شيء راح احط صورة وائل جسار كمان. انا الصور هدول منزلهم لاجرب عليهم يعني مو اكتر، حتى تفهموا هيك مثل ما انتم شايفين. وننزل الصورة عنا وريجستري، هاي صارت الصورة عنا. مثل ما انتم شايفين طبعا راح احط لكم رابط الموقع اسفل الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.